الاستفتاء ليس مثل الانتخابات الأخرى، وأنتم صادقين في هذا، لأن هذا محور التفكير هو هذا الفرق بين الانتخابات التنافسية والاستفتاء الذي هو استشارة الشعب حول موضوع هام، وهو إعداد أو تعديل الدستور الساري للمفعول. وكلنا نعلم بأن الدستور هو في الحقيقة الأرضية الصلبة التي تبنى عليها الأنظمة الحكومية والتحكيمية والحوكمة بصفة عامة، هذاك هي الأرضية الصلبة، وبالتالي تعديلها يدخل في ديناميكية التغيير الشامل لنمط الحوكمة في أي بلد. وبالتالي الاستعدادات لمثل هذه الاستشارة الشعبية ما تكونش فقط لمجرد إطلاق الإشارة من خلال استدعاء الهيئة الناخبة. فالسلطة الوطنية يعني باش تنجح في الجزائر لازم تمتاز ب إمكانية التنبؤ والاستحضار للأحداث قبل حدوثها. وبالتالي احنا كنا قمنا يعني بالاستعدادات اللازمة منذ شهر، منذ أن أعلن السيد رئيس الجمهورية المنتخب عن نيته في تنفيذ أجندة سياسية تتضمن أساس تغيير الدستور، وإحنا نحضر فيها. وهذا مكننا يوم إصدار المرسوم بعثنا الإشارات كاملة لتنصيب اللجان للمراجعة الاستثنائية التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية. ويوم الأحد مثلا، أعطيك هذا كمثال لأن هذا مش أمر سهل، لأن راهي 1541 لجنة تتنصب والأعضاء نتاعهم عينين، ونهار الأحد الصباح تبدأ تنطلق العملية. يعني هذا دليل على أن السلطة كانت يعني في حالة تأهب قصوى منذ إعلان النية السياسية للسيد رئيس الجمهورية. ونعلم بأن حتى اللجان في الخارج تنطلق يوم الأحد، يعني كل مراجعة بالنسبة لكل الجزائريين يعني تنطلق يوم الأحد. هذا فقط خذيته كعينة من الاستعدادات، لأن الاستعدادات راهي متنوعة وعلى جبهات كثيرة، والحمد لله السلطة راهي مسيطرة على كل العملية، السيطرة التقنية كاملة. بقات لنا دروك الجوانب متعلقة بعملية التحسيس والربط مع الأطراف الفاعلة، هذه إن شاء الله رانا متعدين لها وسنقوم بما يليق في ذلك. عندها حتى علاقة بتأطير العملية الانتخابية، حتى علاقة، لا من القريب ولا بعيد. وما طلبتش الإعانة، أنا القانون يقول بأن الدولة توفر للسلطة الوطنية كل الإمكانيات للقيام بواجبها. في الانتخابات الرئاسية لم يكن الوقت باش يعني نتكفلوا بتحويل الصلاحيات، لأن هذا الأمر متعرف، لأن الصلاحية تاع وزارة الداخلية على سبيل المثال، وزارة الداخلية اللي كانت تتكفل بالعملية راح تقوم بها السلطة الآن من ألف إلى ياء، بتوفيرها الإمكانيات منذ 60 سنة. هما راهم كل عام يجهزوا رواحهم، كل عام يديروا تطبيقية إلكترونية وغير ذلك من الأمور. هذا الأمر هذايا هكذا من لحظة إلى أخرى قال خلاص صلاحيات، قانون يحولها الصلاحيات. بصح ماديا الشيء الذي ينبغي أن يرافق تحويل الصلاحيات الأمور المادية ما تأتيش هكذاك، فلابد أن يكون فيه يعني حوار، أن يكون فيه مفاوضات، أن يكون فيه تشاورات، أن يكون فيه تنسيق لإتمام مثل هذه العملية. ما قدرناش نقوم بها في الرئاسيات، ما كانش عندنا الوقت، لكن في الوقت اللي فات هذا فكرنا مليح جيدا وكذا كل شيء، وعددنا خطة كيف يعني ندعم السلطة يعني بالإمكانيات اللي ترجع لها قانونا. هنا طلبت باش نلتقي مع الحكومة، أنا كرئيس السلطة نلتقي مع الحكومة مع الوزارات المعنية
تقليدين بالفعل الانتخابي، وكل واحدة نطلب منها واش ننتظر منها. وقال الحكومة راهي حكومة تصدر تعليمات نتاعها للأمناء العامون، وانا في الوقت ذاك نعمل الاجتماع تاعي مع الأمناء العامون بحثا وراء الفعالية والسرعة في في في, في التنفيذ. إذن الحكومة هنا يعني لما استجابت بنا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية اللي هو ضامن تطبيق الدستور، هو الضامن في الدستور يعني باش نكونوا متفاهمين، عرضت على السيد رئيس الجمهورية قلت قال ها هنا باش دوك كنت انتم تقدروا تنزلوا عليا هذه الامور كل هل لي زابليكاسيون انفورماتيك وهذا اللي اسمهم لي زيزولوار وهاد الامور في 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 تفضلوا سينو بور لي ريكوبيري وين راح نحطهم هنايا. دونك لازم نستعمل الهياكل الاداريه اللي راهي متوفره لدى وزاره الداخليه، ونستفيد من مثل ما يقول القانون من الطاقات البشريه اللي راهي موجوده في الامور الماديه البحته. نعطيك مثلا قلنا بروتوكول سانيتار، درنا هذا البروتوكول الصحي، هذا بروتوكول الصحي هذا هي مهمه جديده، هو انا مش مجهز لها باش انا نتحبلها. انا فكرنا مع الاطباء اللي راه موجودين في السلطه وكذا وعددنا هذا البروتوكول، وست كما تابعته يعني الامر كذا. ولكن ماديا لازم الالاف من الاطارات باش يسهروا على تنفيذه. هذه الاطارات راهي تابعه للسلك الطبي، تابعه للسلك المجموعات المحليه، تابعه الى سلك الحمايه المدنيه، هذه ماهيش متوفره لدي. دونك انا درت البروتوكول تاعي، اعطيت تعليمات الممثلين تاعي باش يتاكدوا بانه يطبق في الميدان، والمسؤوليه تاع التطبيق نتاعو ميزانيه تحال الى هذه القطاعات اللي لديهم الامكانيات البشريه والتقنيه والفاده باش يسهروا على تنفيذه. هذا يشري لو جال يعطيه للمطير، يشري لي ماسك وهو اللي يوفرهم ينقلهم الى العين المكان ويحطهم في كل مكتب، وانا الممثلين تاعي يسهروا عليها. اما الفعل الانتخابي، الفعل الانتخابي هذا حكر ومسؤوليه السلطه وممثلين السلطه، حتى يعني من المؤطرين يعني قلت حفاظ الامانه راهم يسجلوا في روح بمعدل 1000 حاليا في وقت الباك، يسجلوا بمعدل 1000، الشيء اللي راحني يعني بشكل كبير، لان معناتها الشعب الجزائري والنخبه الجزائريه واعيه بان الجزائر راهي قاعده تبني في مستقبل ان شاء الله، المستقبل اللي هو المستقبل الديمقراطي. عدم التنسيق يؤدي الى حالتين لا ثالثة لهما، يا اما الشلل التام يا اما العمل الفوضوي. واش ينتج على عدم التنسيق؟ الشلل التام او العمل الفوضوي. احنا لا نريد لا هذا ولا هذاك، احنا نريد الفعل العمل الفعال